من جهته ثمن مدير بلدية أطوز الدكتور مرعي رشيد زيارة محافظ صلاح الدين للقضاء وافتتاحه عدد من المشاريع المهمة والتي ستخفف من معاناة المواطنين وتعزز الاستقرار الأهلي بالقضاء. نشكر السيد محافظ صلاح الدين، تشرفنا بزيارته الكريمة والميمونة إلى قضاء طوز. وطبعا خلال الزيارة تم افتتاح منطقة 77 التي تم إنجاز تبليطها بالكامل ولله الحمد، وأيضا أجرى زيارة ميدانية إلى مواقع المشاريع، وكذلك اطلع على الواقع القدمي للمدينة وكان راضيا وقدم شكرا للسيد قائم مقام طوز ودوائر مديرية بلدية الطوز، وكذلك قام ايضا بافتتاح محكمه في ناحيه سليمان بيك. طبعا احنا نثمن هذا الدور واوعدنا سياده المحافظ ان شاء الله بمشاريع تنفيذ مباشر بعده مشاريع من اجل الارتقاء بالمستوى الخدمي والبيئي والفني والجمالي لمدينه الطوز.